بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل دراستنا للشاردة والمحلول الشاردي، ومع المورد المعرفي الثالث أو الفقرة الثالثة، والمعنونة بهذا العنوان المتمثل في الشوارد في الأملاح المعدنية. يقول تمعن: أحضر بعض الملصقات الموجودة على قارورات مياه معدنية مختلفة من محيطك اليومي، وتمعن في قراءتها. ماذا تمثل الرموز والصيغ الكيميائية المسجلة عليها؟ ما معنى الإشارات التي تحملها؟ على ماذا تدل الأرقام المسجلة أمام الإشارتين زائد وناقص؟ قلنا ماذا تمثل، على ماذا تدل الأرقام المسجلة أمام الإشارتين زائد وناقص في بعض هذه الرموز والصيغ الكيميائية؟ ثم فسر كيف تتحول الذرة إلى شاردة مع تقديم بعض الأمثلة. ثم في الأخير استنتج ما هي الشاردة وما أصنافها من حيث الشحنة التي تحملها، ثم من حيث الأفراد الكيميائية المكونة لها. إذن لدينا هذا نموذج لملصقة من الملصقات التي نجدها على قارورات المياه المعدنية. إذن ماذا تمثل الرموز والصيغ الكيميائية المسجلة عليها؟ إذن فالرموز والصيغ الكيميائية المسجلة على هذه الملصقات تدل على شوارد المعادن المنحلة في هذا الماء. يعني مثلا هذا الماء من خلال الملصقة يحتوي على شوارد الكالسيوم التي تحمل الإشارة 2 زائد، يعني شاردة موجبة ثنائية، و شاردة المغنيسيوم أمجي 2 زائد، أيضا شوارد المغنيسيوم الموجبة ثنائية، الصوديوم شاردة الصوديوم Na زائد شاردة موجبة أحادية، بوتاسيوم K زائد أي شاردة أحادية موجبة، سلفات يعني الكبريتات شاردة الكبريتات. لاحظ أنها تختلف عن الشوارد السابقة، تتكون من مجموعة من الأفراد SO4 وسالبة ثنائية. ثم شاردة البيكربونات هي الأخرى، تتكون من الH والC والO3، يعني من 5 أفراد كيميائية، وهي شاردة سالبة أحادية. شاردة الكلور Cl شاردة سالبة أحادية. شاردة الفلور أيضا شاردة سالبة أحادية. ثم في الأخير شاردة النترات NO3 ناقص أي شاردة مركبة أحادية سالبة أحادية. إذن ثم يقول السؤال الموالي: الإشارة التي تحملها الشاردة تدل على أنها مشحونة، أي أنها غير متعادلة كهربائيا. إذا كانت تحمل إشارة موجبة فهي ذات شحنة موجبة، إذا كانت تحمل إشارة سالبة فهي ذات شحنة سالبة. ثم يقول السؤال الموالي: والأرقام المسجلة أمام الإشارتين على ماذا تدل؟ إذن ببساطة فهي تدل على عدد الشحنات الكهربائية التي تحملها هذه الشاردة. فمثلا كما قلنا شاردة الكالسيوم هي شاردة ذات شحنة موجبة، مكتوب عليها العدد 2 أي تحمل شحنتين موجبتين. المغنيسيوم تحمل شحنتين موجبتين. الصوديوم لكن تحمل شحنة موجبة واحدة. البوتاسيوم شحنة موجبة واحدة. الكبريتات شحنتين سالبتين. البيكربونات شحنة واحدة سالبة. الكلور شحنة واحدة سالبة. والفلور شحنة واحدة سالبة. والنترات شحنة واحدة سالبة. إذن هذا بالنسبة للأرقام المحمولة. يقول بعد ذلك: كيف تتحول الذرة إلى شاردة؟ إذن فالذرة معذرة نعم فالشاردة ما هي إلا ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. إذن نقول تتحول، لكي تتحول الذرة إلى شاردة فيتم ذلك إما بفقدان أو اكتساب إلكترون أو أكثر. لاحظ مثلا شاردة الكالسيوم ما هي إلا ذرة الكالسيوم فقدت إلكترونين يعني 2 فتحولت إلى شاردة موجبة ذات شحنتين موجبتين. المغنيسيوم كذلك. الصوديوم شاردة هي عبارة عن ذرة فقدت إلكترونا واحدا فتحولت إلى شاردة موجبة ذات شحنة واحدة.
يعني زائد. أو قلنا اكتسبت، فتلاحظ مثلا في المثال الموالي شاردة الكبريتات هي مجموعة من الذرات، هي مجموعة من الذرات، كبريت وأربعة أكسجين، يعني خمس ذرات اكتسبت معا، يعني هي أسرة واحدة، هي فرد واحد، اكتسبت معا إلكترونين. لما اكتسبت إلكترونين صارت عبارة عن شاردة مركبة سالبة ذات شحنة واحدة. نفس الشيء بالنسبة للنترات. أما شاردة الكلور السالبة فهي ذرة اكتسبت إلكترونا واحدا فظهرت عليها شحنة سالبة واحدة. الفلور نفس الشيء، عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونا واحدا فتحولت إلى ذرة، إلى شاردة سالبة ذات شحنة واحدة. نوضح الأمثلة، يعني الذي قلناه سنسجله هنا في الأمثلة. إذن الشاردة الموجبة، الشاردة الموجبة كما هو مبين في هذا الجدول، الشاردة الموجبة ما هي إلا ذرة فقدت إما إلكترونا أو أكثر. أما الشاردة السالبة ما هي إلا ذرة أو مجموعة ذرات اكتسبت إلكترونا أو أكثر. سنرى بالأمثلة الحالات البسيطة. إذن لدينا ذرة الصوديوم، ذرة الصوديوم Na هاي موجودة هنا في الجدول، يعني في الملصقة، شاردة الصوديوم، نعم، ما هي إلا ذرة تحولت، يعني إما نكتب تساوي أو السهم، شاردة ذرة الصوديوم تتحول إلى فردين كيميائيين هما شاردة موجبة زائد إلكترون، شاردة موجبة زائد إلكترون. نفس الشيء بالنسبة لذرة النحاس، ذرة النحاس تتحول إلى، نكتب أيضا سهم أو تساوي، تتحول إلى فردين كيميائيين هما شاردة النحاس الموجبة ذات الشحنتين بفقدانها لإلكترونين. إذن هذا يتفكك إلى هذين الفردين، وهنا ذرة الصوديوم تتفكك إلى هذين الفردين. الآن في الحالة السالبة يحدث، نكتب العملية بالطريقة الكتابة بشكل عكسي. إذن ذرة الكلور تكتسب، إذن كلور زائد ذرة الإلكترون زائد ذرة الكلور زائد إلكترون تتحول إلى شاردة سالبة. ننتبه إلى الكتابتين هما متعاكستين. إذن الكلور، ذرة الكلور تستقبل أي زائد إلكترون فتتحول إلى شاردة سالبة. نفس الشيء بالنسبة لشاردة الفلور. إذن شاردة الفلور هي ذرة الفلور استقبلت، يعني لما نقول استقبلت زائد فلور زائد إلكترون فتتحول إلى شاردة سالبة تظهر عليها شحنة واحدة. إذن لنستنتج الآن، قال ما استنتج ما الشاردة وما أصنافها من حيث الشحنة التي تحملها. إذن فالشاردة هي ذرة أو مجموعة ذرات إما فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. ما هي الشحنة التي تحملها؟ أصنافها من حيث نوع الشحنة، عندنا شاردة سالبة إشارتها ناقص، وشاردة موجبة إشارتها زائد. ثم أصنافها من حيث عدد أفرادها، إما تكون شاردة مركبة، كأمثلة على ذلك لدينا شاردة الكبريتات SO4 ناقص، شاردة البيكربونات HCO3 ناقص، وشاردة النترات NO3 ناقص. إذن هذه شوارد مركبة سالبة. بالنسبة للصنف الثاني شاردة بسيطة، الشاردة البسيطة لدينا شاردة البوتاسيوم الموجبة، شاردة الصوديوم الموجبة، شاردة النحاس الثنائية الموجبة، نضيف أيضا السالبة شاردة الكلور السالبة وشاردة الفلور السالبة. هذه شوارد بسيطة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.